وزير الخارجية يزور الأردن والعراق والكويت لتسليم رسائل من الرئيس السيسي لزعماء الدول الثلاثة. الصين تعلن 22 وفاة جديدة وإصابة 40 شخصا بفيروس كورونا. كوريا الجنوبية تتحدث عن إطلاق جارتها الشمالية 3 صواريخ جديدة. الرابعة صباحا الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت 3 محطات جولته العربية. يسلم شكري خلال الزيارة رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح. كما سلم شكري الرئيس العراقي برهم صالح رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة بملف مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد. كما سلم وزير الخارجية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن رسالة من الرئيس السيسي بشأن آخر التطورات المتعلقة أيضا بملف مفاوضات سد النهضة. قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إنها سجلت 40 حالة للإصابة المؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 80,735 حالة. وأضافت اللجنة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3,119 حالة بعد تسجيل وفاة 22 شخصا. وقالت اللجنة إن جميع الإصابات تم تسجيلها في إقليم هوبي، حيث لم يتم اكتشاف أي حالات للإصابة خارج الإقليم لليوم الثاني على التوالي. We'll brief you about the efforts of the civil affairs departments to respond to the epidemic and ensure people's basic livelihood. We will take questions afterwards. The civil affairs departments take care of the elderly, orphans, and the physically challenged, most of whom are underprivileged groups. When the epidemic hit, they face greater difficulties than other people do. The virus is merciless, but ours is a team with love. The Zhongnanhai stands close to the hearts of the people, especially the vulnerable communities. Since the epidemic broke out, General Secretary Xi Jinping gave important instructions on many occasions, stressing the importance for nursing homes, relief centers, orphanages, and mental health agencies to step up at epidemic prevention and control and provide sound protection to people in need. أعلن السيناتور عن ولاية تكساس الأمريكية تيد كروز أنه سيخضع للعزل الصحي هذا الأسبوع بمنزله بتكساس. وقال كروز في بيان على حسابه بتويتر إن القرار جاء بعدما تفاعل مع شخص في مؤتمر للمحافظين أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا، وذلك قبل 10 أيام، وأضاف أنه لا يعاني من أي أعراض مرتبطة بالفيروس. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت 3 قذائف ضمن تدريبات شملت استخدام قاذفات صواريخ متعددة. ونشرت وكالة أنباء يونهاب في تقرير أن رئاسة أركان الجيش في كوريا الجنوبية حددت مدى المقذوفات ب 200 كيلومتر. يأتي ذلك بعد أسبوع على إعلان سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.